السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض اليوم السابع. تمام، احنا ان شاء الله يا جماعة كل يوم هنقول النهاردة احنا بنصور يوم كذا، وهنكتب برضه على الفيديوهات علشان الناس اللي قاعدة تكتبها مش هيبقى كل يوم ان شاء الله، برضه انا مش مفوتة ولا فيديو الا لما بنكتب عليه. تمام، علشان الناس يا جماعة اللي هتجيب بعدي او هتجيب بعد الاسبوع هتجيب بعد الشهر هتدخل على الفيديو هتبص تلاقي اي يوم هي عايزاه، هتبص تلاقي اليوم مكتوب، هتلاقي بقى في وصفات جديدة. اي يوم احنا هنعمله ان شاء الله هيبقى في وصفة كويسة جدا. الوصفات احنا مش يعني الوصفة اللي احنا هنعملها يا جماعة هنعملها مرتين او ثلاثة في الاسبوع، هنمشي على كده على طول. مش معنى ان انا كل يوم بعمل لكم وصفة، لا، انا بعمل وصفات على اساس ان انت لو مش متوفر عندك الوصفة دي تقدر تعملي الوصفة اللي بعدها. فاحنا ان شاء الله هنعمل النهاردة وصفة كويسة جدا، برضو يمكن الوصفة دي هتبقى وصفة حلوة قوي فاتح شهية لهم، وفي نفس الوقت برضو هنحط حاجة كويسة جدا على المية. الوصفة دي يا جماعة ده هتبقى رفع مناعة فاتح شهية، هتبقى يعني هتخلي الفراخ عندك ما شاء الله هتسحب في الاكل، وهتخلي عندك ما شاء الله اوزان في اقل وقت. تعالوا كده يلا يا جماعه بقى بسم الله ونحط لايك للفيديو. حطينا لايك كلاتنا، يلا نشوف الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين الصندوق اللي انا شايفاه اللي انتم شايفينه معايا دوت، ده طبعا انا لسه محضره فيه الفراخ عشان بس عامل صوت وكده. انا مش عايزه احط لهم الاكل الا لما اقلب لهم عليا الخلطه، لان كان لسه قدامهم الاكل. لسه محضره فيه يا جماعه الفراخ اهوت، لان طبعا هو بسم الله ما شاء الله هو واسع، يعني ممكن يكفيهم كمان 10 ايام يعني. اهم حاجه بقى انا النهارده حاطط لهم نشاره جديده اهيت، لان طبعا كل ما باجي انضف المكان انا بقول لكم انا انضف ليه، علشان طبعا ما ينفعش ان انا اسيب الفرشه مبلوله او اسيب المكان بمعنى اصح يعني مش نظيف، لان اهم حاجه يا جماعه الفرشه النظيفه والتهويه السليمه والتدفئه في نفس الوقت. برده ما ينفعش الكتكوت يفضل ساقعان، لازم يا جماعه لمبه اللي هي النواسه، مش بقول لكم بقى لمبه كبيره، لا، نواسه حلوه قوي على قد المكان ده. وهنسيب برده علشان التهويه زي ما قلت لكم. ما شاء الله الصندوق ده احلى حاجه فيه ان هو فيه فتحات كتير، يعني كل جهه فيها فتحتين زي ما انتم شايفين كده، الجهه الصغيره دي فيها فتحه والثانيه اللي قصادها فيها فتحه، يعني هي حتى لو انت قفلت عليهم شويه هتبقى مهويه، بس انا مش بفضل تقفل عليهم خالص. عايزه تقفلي اقفلي بس، يعني الفراخ كل ما بتكبر شويه، علشان كنت في اول الدوره بقول لكم حاولي ان انت تغطي الثلاث ارباع وتسيبي الربع، لا، الفراخ كل ما بتكبر كل ما بنفسها بيزيد شويه ايه مع بعض، يعني على بعضها كده بتدف على بعضها. فدلوقتي هنغطي نص المكان، نص يعني او ازيد من نص هزه كده، ونسيب الباقي مفتح بره علشان التهويه. وصلت يا جماعه عشان الناس اللي هي لسه مبتدئه يعني خالص وبتجيب لسه وبتربي اول لكش جديد تبقى فاهمه برده كل حاجه. فتعالوا بقى يلا دلوقتي كده هنعمل ايه؟ هنعمل برده الوصفه كويسه جدا للفراخ، وصفه تخلي الفراخ ما شاء الله تسحب معاكي في الاكل حتى لو هي ما بتاكلش. بصوا بقى انا جايبه ايه؟ انا جايبه يا دوبك حبه صغيرين كده على قد الطاقه بتاعتي، علشان لو انا جيت عملت مثلا خلطه ثانيه ولا حاجه ما يتبقاش قدامهم بواقف. ده كده يعني ايه؟ ده يعني حوالي كده اكتر من نص كيلو عدد شويه كده. ده يفضل قدامهم بقى طول النهار، او على حسب بقى ما انت بتعملوا الوصفه طول النهار او طول الليل ياكلوا فيه. تمام؟ اهو. النهارده بقى هنعمل ايه؟ برده انا بصوا انا فرمت لهم ايه؟ فرمت لهم برده بصله كده اهوت. ده كده عليهم فصان توم. انا مش بكتر الكم يا جماعه علشان هم طبعا لسه صغيرين. انا عملته كمضاد حيوي كده، البصل مع الثوم حلو قوي كمضاد حيوي، بس ما نكترش الثوم لان لسه الفراخ صغير. هنحط لهم المعلقه ديت، نحط كمان نص معلقه، ده كويس قوي. تعالوا بقى كده يلا نشوف هنعمل ايه برده. النهارده يمكن ثاني يوم، النهارده اليوم الثاني يا جماعه، بنحط فيه الخميره، لان الخميره بنحطها ثلاث ايام في الاسبوع. نص معلقه كده صغيره اهي من الخميره. الخميره بصوا انا هعملها فين؟ هعملها في قلب البصل اهي. خميره انا قلبتها في قلب البصل. ودلوقتي ان شاء الله هقول لكم برده هنعمل ايه. ده برده بتبقى اضمن واحسن من انك تحطها على الاكل. ناخد كده برده معلقه صغيره برده من العسل اهو.
صغيره خالص برضو كده اهو. الكركم ده يا جماعه قلنا يعتبر كده صيدليه كامله لوحده. بصوا هنمسك بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها دهيت ونقلبها ببعض. البصل والحاجات دي ده بتنعمل شفتها، خلي بالك ما شاء الله دايما صحته كويسه. بصوا عملتها ولا اكنك انت حطيتها حاجه، يعني غلفت كل العلف. بصوا العلف يا جماعه زي ما هو، نحط لهم بقى كده ريحتهم. وقلنا برده ما نكترش، يعني ما ينفعش ان انا اقعد العلفه دي قدامهم يومين ولا حاجه، لا يا دوبك هم بس ايه على قد ما يخلصوها وبس. ده كده يا جماعه حطينا الاكل وبسم الله ما شاء الله. هم لما بيشموا ريحه البصل كلاتهم كده يعني بيهجموا على ريحه البصل. اللي طول ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفتح بياكل، اعرفي ان الفتح عندك سليم. حاولي وانت بتعملي كده تقعدي قصادهم شويه، شوفي لو انت لقيتي فرخ كش على جنب كده اعرفي ان الفرخ ده تعبان عنده اسهال في اي حاجه. طالما الفرخ بسم الله ما شاء الله تبصي تلاقيه بشكل كده علشان الاكل اعرفي ان الفرخ ده سليم وما شاء الله هيزيد معاك ويكبر معاك بسرعه. محدش يقول انتوا كده مجوعه الفراخ، لا يا جماعه انا ما كنتش مجوعه ولا حاجه، بس هما بسم الله ما شاء الله الفراخ البيضاء معروفه ان هي على طول يعني بتحب الاكل على طول تاكل باستمرار. وكمان اللي بيجذبهم اكتر ريحه البصل، ريحه البصل دي يا جماعه دي ما شاء الله بتبقى يعني جذابه الوحيده في الاكل. فدلوقتي برضو انا هحط المكون الثاني اهوت ده يا جماعه الفيتامينات ده اهوت قالب ده بسريه، وده مهم جدا زي ما قلت لكم في الايام الاولانيه بتاعه الفراخ، علشان بقى لما نقول فرخ مثلا يعني كاشش او فرخ عنده كساح او الكلام ده كلته الاملاح والفيتامينات ده بتبقى كويسه جدا للفرخ. انا النهارده اليوم الثاني هحط منه تمام للفراخ برضو ان شاء الله. هنحط كده سنت ونص ده كده يعني هو حوالي رتل ونص، السقايه دي يا جماعه بتاخد رتل ونص. نقلبها بس كده علشان هو تقيل شويه. ده كده يا جماعه حطهم الميه اهوت اشربوا بقى. ده كده بقى يا جماعه ما شاء الله الفراخ بتاعتنا اهيت، صورت لكم في اليوم السابع حطينا الخلطة على الاكل وحطينا الفيتامينات في الميه، ودي افضل حاجه تعملها الفراخ ده ما شاء الله. لو احنا مشينا على الموضوع ده كده على طول الفراخ عندك في اقل وقت ما شاء الله تشيل معاك وزن كويس جدا. ده كده بقى يا جماعه كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.